الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 25 من الكتاب 38 كتاب اللباس والزينة، الباب 26 باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قرأنا بعض الأحاديث بالأمس في هذا الباب ونكملها اليوم بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير في الإمام مسلم في صحيح الحديث 45 بعد 605. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا، سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته. الدرنوك ستر كده له خمل، يعني شراشيب، ستارة مشرشبة يسموه درنوك، واخد بالك؟ وجمعها درانك، يبقى الدرنوك ستر له خمل، والخمل يعني ايه؟ له شراشيب، يعني بلغه المصريين يقول لك مشرشب، وعليه صور خيل لها اجنحه، يبقى صور خياليه وحيوانات خياليه غير موجود، مفيش خيل له اجنحه ما شفناهوش، برضه منهي عنه. يبقى صور الحيوان الخيالي زي ما سالني واحد امبارح: هل لو حيوان لا وجود له متخيل كده يعمله يبقى جائز؟ لا، برضه لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها فنزعته. وعن أبي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة حاء قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع بهذا الإسناد وليس في حديث عبدة قدم من سفر. وعن أبي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنه. القاسم بن محمد بيروي عن ستنا عائشة عمته، لأن أبو محمد بن أبي بكر، ستنا عائشة تبقى أخ إيه؟ أخت أبيه، عمته، وهي أم المؤمنين أيضا، عمته وأمه. والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، القاسم بن محمد بن أبي بكر. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة. القرام الستر، أي ستر كده من صوف أو قماش وعليه صور يسموه قرام، وله ألوان يعني. وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. ومن أشد الناس عذابا على الحقيقة هم الذين يفعلون ذلك من أجل أن تعبد من دون الله، ومن أشد الناس عذابا على سبيل المجاز إن لم يفعلها ويقصد أن تعبد من دون الله، تبقى من الكبائر وليست من الكفر. فالحديث يحمل على حقيقته إذا كان يفعلها من أجل أن تعبد من دون الله وفي هذا يكون كافرا، ويحمل على النهي الشديد لمن يفعله ولا يقصد ذلك من المسلمين ويكون فاعل كبيرة، فعليه أن يتوب منها ولعل النبي يشفع له فيه. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم دخل علي بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال ثم أهوى إلى القران فهتكه بيده، يعني قطع موضع السورة اللي فيه، قطع موضع السورة اللي فيه. فممكن في الحالة دي يستعمل والسورة فيه مقطعة، يستعمل بقى مفرش، يستعمل منديل، يستعمل أي حاجة. وعن أبي قال حدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديثهما إن أشد الناس عذابا لم يذكر من، بدل من أشد الناس قال إن أشد. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة واللفظ لزهير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. السهوة إيه هي السهوة؟ قالوا السهوة وتجويف في الجدار يستعمل كالرف، توضع في أي حاجة، وده مشهور يعني في المباني القديمة يعملوا تجاويف في الجدار كده على أساس تبقى كدولاب يضع فيه شيء أو حاجة. وجابت على هذه السهوة وحطت عليها ستارة فيها صورة، فالنبي لما دخل لم يعجبه هذا المنظر لأن فيها الصورة، وقال هذا الحديث. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، كان لها ثوب يعني قماش يعني فيه تصاوير ممدود إلى سهوة يعني بيغطي سهوة كده، والسهوة قلنا تجويف في الحائط كأنه اللي بيبني سهي يكمله فسموها سهوة عشان كده، كأنه نسي يكملها فصارت تجويف. هو مش المنسيج ده، هو تعمد عشان تستعمل رفا، فاهم؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اليه، يعني كان في اتجاه قبلة النبي، فكان من النبي يصلي احيانا يقع نظره عليه. فقال اخريه عني، قالت فاخرته فجعلته وسائدا. لانه ممكن الانسان وهو بيصلي ينظر الى هذه التصاوير والزخارف والحاجات دي ينشغل بيه. وعن أبي قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعقبة بن مكرم عن سعيد بن عامر حا قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير، والنمط هو نوع من البسط الرقيقة، فنحاه فاتخذت منه وسادتين. يبقى سميته مرة ثوب، سميته مرة درنوك، سميته مرة نمط، كلها معاني واحدة. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن أباه حدثه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين. فقال رجل في المجلس حينئذ يقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة أفما سمعت أبا محمد يذكر أن عائشة
رضي الله عنها قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفق عليهما. قال ابن القاسم: لا. قال: لكني قد سمعته يريد القاسم بن محمد. يرتفق عليهما يعني يضع مرفقه على الوساد، يرتفق يعني يضع المرفق يعني يستند، يرتفق يستند، واخد بالك، بمرفقه يعني. يستند بمرفقه يسموه يرتفق. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير. نمرقة يعني وسادة، النمارق ونمارق مصفوفة وزربي مبسوثة. النمارق هي مفرق جمع نمرقة، والنمرقة هي الوسادة، والوسادة ما يستند عليها ويتكأ عليها ويرتفق بها، وممكن تستخدم مخدة يعني تضع خدك عليه، كل ده عادي. فيها تصاوير. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. ثم قال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. مقصود بها ملائكة الرحمة، وليس الحفظة ولا الرقيب ولا العتيد. وعن أبي قال: وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي قال: حدثنا أيوب حاء قال: وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال: حدثنا أبي عن جدي عن أيوب حاء قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد حاء قال: وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال: أخبرنا عبد العزيز ابن أخي الماجشون عن عبيد الله بن عمر، كلهم عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث، وبعضهم أتم حديثا له من بعض. وزاد في حديث ابن أخي الماجشون قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر حا قال: وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عن عبيد الله حاء قال: وحدثنا ابن نمير واللفظ له قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وعن أبي قال: يعني يؤمروا بما لا يستطيعوا، وهذا نوع عذاب وتهكم بهم. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد حا قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن علي حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي، كلهم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش حاء قال: وحدثني أبو سعيد الأشج، والأشج يعني المبتوح بلغة المصريين، المبتوح يعني اللي كان عنده جرح في رأسه، فيبدو أنه كان عنده جرح في رأسه مشهور يعني، فسموه الأشج عشان كده. والشجة هي الجرح في الرأس خاصة يسموها شجة. وحدثني أبو سعيد الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولم يذكر الأشج إن، يعني الأشد على الناس عذابا. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، كلهم عن أبي معاوية حا
قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، وفي رواية يحيى وأبي كريب عن أبي معاوية: إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذابا المصورون، وحديث سفيان كحديث وكيع. وعن أبي قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن مسلم بن صبيح قال كنت مع مسروق في بيت فيه تماثيل مريم، يعني سيدتنا مريم، فقال مسروق: هذا تماثيل كسرى. فقلت: لا، هذا تماثيل مريم. فقال مسروق: أما إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. قال مسلم: قرأت على نصر بن علي الجهضمي عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني، يعني بيرسم، يعني رسام أو مثال، يا رسام يا مثال يا من تمثيل، فأفتني فيها. فقال له: ادن مني، فدنا منه. ثم قال: ادن مني، فدنا منه، فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. فأقر به نصر بن علي. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن النضر بن أنس بن مالك قال: كنت جالسا عند ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يفتي ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى سأله رجل فقال: إني رجل أصور هذه الصور. فقال له ابن عباس: ادنه، فدنا الرجل. فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وعن أبي قال حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن النضر بن أنس أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة رضي الله عنه في دار مروان فرأى فيها تصاوير. مروان بن الحكم كان من بني أمية وكان كثير التقصير في السنة، كان يقصر كثيرا في السنة. فرأى فيها تصاوير فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة لا يستطيع. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة قال: دخلت أنا وأبو هريرة دارا تبنى بالمدينة لسعيد أو لمروان قال: فرأى مصورا يصور في الدار فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر أو ليخلقوا شعيرة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.